تمام كده خلاص عرفت، كده خلاص عرفت ان ايه الهتروفيس. هتروفيس عشان هي هتروفيس بتعيش في اللاي وفي سمول انتستين. فلما يجيب لك الايه الصوره دي، لما يجيب لك الصوره دي تقول لي دي ايه، دي الهتروفيس هتروفيس تمام، وعايشه فين؟ عايشه في الانتستين او الفيلاي بتاعت السمول انتستين. ليه هتروفيس سمول ايه فيلاي في تروفيس في اللاي وفي سمول ايه وفي سمول انتستين. ده بالنسبه لايه الهتروفيس هتروفيس. بعد كده بقى اخش على اهم دوده معانا، شيشتوزوما مانسوناي. الشيشتوزوما انت عندك ثلاث انواع من الشيشتوزوما اللي عليك في المديول بتاع الجي، شيشتوزوما مانسوناي تمام، واسمها فضحة يعني اسمها فضحة، اسمها مان. شوف شوف انت نطقت قلت مانسوناي مان. هنا بقى انت نضجت بقى، انت بقيت راجل ناضج. انا عايزك بس معلومة قبل ما نخش في التحشيشة وبتاع، الشيشتوزوما عامة بتعمل ايه؟ بتدخل الجسم ازاي؟ لا بتدخل عن طريق الاكل ولا عن طريق الميه، بتدخل عن طريق بنتريشن اوف ذا سكين. يعني بيسموها عشان تعمل بنتريشن اوف ذا سكين بيسموها الفوركو سيرك السيركاري. يعني هي ادي رجلك اهي تمام، ادي الرجل اهي تمام، وانت نزلت مثلا في حمام في ترعه بتاع في ميه ملوثه الكلام ده كله. فجت مين؟ جت صغيرة الشيشتوزوما، صغير الشيشتوزوما الذي يسمى فوركو سيركا السيركاريا. فوركو سيركا السيركاريا سميناها فوركو سيركا السيركاريا ليه؟ بص كلمة فوركو، بص فوركو يعني ايه؟ يعني شوكة. فبص هي شبه الشوكة يعني، ديلها شبه الشوكة، مشقوق كما الشوكة تمام. فهذه الفوركو سيركا السيركاريا تخترق هذا الجلد الجميل بتاعك تمام، ولما تخترق الجلد بتاعك تخش عن طريق الايه؟ تخش عن طريق الايه؟ السكين تمام. فعشان كده لما اجي اسالك سؤال بديهي كده، هو الانفكتيف ستيج اسمه ايه؟ تفتكر ان الشيشتوزوما بتعمل ايه؟ بتعمل بنتريشن للسكين عن طريق الايه؟ عن طريق الفوركو سيركس سيركاري. الفوركو سيركس ايه؟ سيركاري. فوركو افتكرت يعني ايه فوركو؟ يعني كلمه ايه؟ شوكه. فهي ديلها مشقوق كما الشوكه، فايه؟ فبتخش عن طريق هذا الديل، بيساعدها شويه في الايه؟ في الدخول للايه؟ السكين تمام. بعد كده دلوقتي انت بقيت مان، شيشتزوما مان صناي. فايه رايك في الايج بتاعتها؟ مان، بقيت راجل ناضج دلوقتي. فالبيضه بتاعتها تبقى عامله ازاي؟ تبقى ماتيور ايج. ما هو انت مان دلوقتي بقى، احنا كنا بنعايرك هناك ونقول لك يا فاشل امتى هتنضج، دلوقتي بقيت مان ماتيور ايج. دي دياجنوستيك سهله سهله. مش بس كده، الهابيتات فاضحه برضه، هي اسمها مان صناي، تعيش في الميزنتريك فين. هي نفس الكلام والله، تاني عشان الكلام يثبت في دماغك. اتفقنا مع بعض ان الشيشتوزوما اذا ارادت ان تدخل الى الجسد فتدخل عن طريق السكن، تعمل له بنتريشن، وهذا البنتريشن لا يتم الا عن طريق الفوركو سيركا السيركاريا. وفوركو يعني شوكه، فسميناها الفوركو سيركا السيركاريا. تخش عن طريق السكن الانفكتيف ستيج ايه، تقول له الفوركو سيركا السيركاريا. طب الطريقه اللي بتدخل بيها بتدخل عن طريق السكن. طب تمام، هي اسمها مان يعني ناضج، رجل ناضج وبقيت راجل. فال دايجنوستيك ستيج يبقى اسمها ايه؟ ماتيور ايج. ماتيور ايج مش اماتيور زي الفشيوله، لا عشان انت بقيت مان بقى هنا. ومش بس كده، اسمها فضحه برضو. الهابيتات يبقى مين؟ الميزنتريك فين. مان سوناي تعيش في الميزنتريك فين، حرف الام واي وام واي تمام. ميزنتريك ايه؟ ميزنتريك ده سهل جدا. الشريحه هتتعرف عليها ازاي؟ اهي بص معايا كده، انت كده عرفت المعلومات وحششت المعلومات. هتعرفها ازاي؟ بص شايف الراس، راس مدببه، راس مدببه عشان تعرف تدخل بيها اهي. طبعا هو دي رسمه الشيشتوزوما، دي الشيشتوزوما نفسها مش الفوركو سيركا السركاري، لكن تخيل معايا بص اهي اهي عشان تعرف ايه تخش بيها. فالشرايح بتاعت ال الشيشتوزوما مانسوناي شرايح مميزه زي ما انت شايف. المهم انت حفظت كل حاجه عنها اهو، قلنا مان، كلمه مان تديك الماتيور ايج وتديك الميزنتريك، وانت عرفت خلاص انها بتخش عن طريق السكن وبتخش بالفوركو سيركس. انا بدي الكلام تاني عشان يثبت ايه في دماغك. تعال بقى نخش على اللي بعده. البيضه بقى بتاعت الشيشتوزوما مانسوناي فيها حاجه مميزه جدا جدا جدا. ايه هي؟ انها حاجه اسمها عندها لاترال سباين، ده بيسموه سباين، سباين شوكه. شوكه الا الشوكه، مش انا قلت لك انها بتخش السكن عن طريق الفوركو سيركا السيركاريا اللي هي شبه الشوكه صح؟ فيبقى عندها لاترال سباين، حته كده جانبيه بتطلع منها شبه الشوكه برضه تمام. المهم نعت عندها لاترال سباين، لاترال سباين. يبقى لما اشوف البيضه المميزه دي، انا عدى عليها كده كام بيضه؟ ثلاثه. واحده اماتيور وكانت فيها كاب من فوق كده، كاب من فوق، فعرفت انها اماتيور. واحده ماتيور بتاع الهيتروفيس، وادي الماتيور الثالثه بقى اللي من كتر ما هي ماتيور طالع منها حته زياده، من كتر ما هي ماتيور كمان يا عم، ومان وماتيور تمام.
طالع منها حته ايه، حته زياده من كتر ما هي متيور. لكن احنا اتفقنا هناك الحته بتاعت اللهم صل على النبي، الحته بتاعت الفاشيوله كانت فوقها كاب مش متصل بيها، لكن بص ده متصل بيها اهي. فالمهم اعرفها باي طريقه بقى، يا اما عن طريق الفوركو سيرك السيركاليه فطالع منها سباين يعني شوكه، تمام، او انها متيور ومن كتر ما هي متيور طالع منها حته زياده، لكن هي متيوره هي لوحدها اهي، تمام، وطالع منها حته زياده كمان بنسميها ايه، سباين. والسباين ده مكانه فيه اللاترال سباين. هيجي نفس الاسئله على يقول لك البيضه دي بتاعت مين، طب الهابيتات بتاعتها، الهابيتات دي من صناي تعيش في الميزين تريك، تمام تمام طب البيضه دي ماتيور ولا ماتيور؟ لا ماتيور يا عم، ده هو مان، بقيت راجل اهو، خلاص بقيت راجل مان. فالبيضه بتاعت الشيشتوزوما من صناي تبقى ايه، ماتيور.